مرحبا بسي العلودي، ضيف خاص برنامج بكل صراحة للمرة الثانية. مرحبا بك خويا، ومرحبا بالجمهور الرياضي والجمهور الرجاوي. حضرتك حديث الساعة وصف فيها العلودي والطريقة ديال المغادرة ديالو، خصوصا واني عرفت من المصادر الخاصة ديالي انك رفضتي الذهاب للإمارات 2 مرات حتى قبلتي المرة الثالثة وهي اللي كانت المغادرة. وكون ما قبلتيش، لان انا شفت من حسن حظي العقد الرابط بينك وبين العين ان عدم تطبيق القوانين المنصوص عليها يمكن فسخ العقد ديالك وبين العين. واش هذا هو اللي خلاك تغادر؟ أكيد، فأنا تلقيت أول اتصال، فهو كما قلت جوج ديال الطيارات اللي فوت قبل ما ناخذ الطائرة اللي كانت متجهة الإمارات عبر باريس. فقبل منها اللي كما كيدبط الجمهور كامل أني مشيت لمدينة العين، سافرت الإمارات وسافرت مدينة العين على قبل المباراة ديال السوبر الألماني الإماراتي الألماني اللي كانت مع فيردر بريمن. فناس الإمارات طرحوا عليا فكرة أني نبقى في المغرب، نبقى في الامارات، يعني نبقى معاهم، يعني نسدوا هذه الاعاره هذه فريق الرجاء. ولا قلت لهم انا ما بدون نقاش، يعني انا وعدت الناس اني غنبقى معاهم حتى لاخر العام، دونك غنبقى حتى لاخر العام. ما تكلموش معايا، دخلت بحالي المغرب بغض النظر على انهم تقلقوا عليا وبزاف الحوايج، والناس اللي ما كيعرفوش ان الصالير ديالي موقف 3 شهور دابا، هو موقف بسبب المشاكل هذه. الصالير ديالي موقف بسبب المشاكل هذه، واللي ما داش لي عاوتاني هو المنحه المرضوديه، ما داش لي يعني برنت سيجنتشر ديالي، ما داش لي باقي حتى الان، ما داش لي بسبب المشاكل هذه اللي حطوني كمسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي. مع الاسف ان المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي عندهم عين بهذه المشاكل اللي طاري فيها انايا. مع الاسف ان المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي ما حاولوش ولا يتكلموا هاتفيا مع المسؤولين ديال العين، يطالبوا ويقولوا لهم خلينا نلعب، خليني انا في الواجهه، خليني انا اللي كنتصارع مع هذوك الناس. العقد اللي كيربطني انا بفريق العين الاماراتي انه اذا تخلفت على احد البنود ديال العقد وما وافقتش على احد البنود ديال العقد فالعقد سوف يتم الغائه. ولكن المشكل ماشي في الغاء العقد، يمكن ان ندير عقد مع فريق اخر، هذا ماشي مشكل، ولكن غادي يقاضيوني عند الفيفا. والمشكل فيفا شحال غتحكم عليا كاني حصلت في منشطه، تقدر فيفا تحكم عليا انا ما نلعبش وانا يلا سنه وانا ما لعبش. دونك هاد المشاكل كامله تخبط فيها وطحت فيها، وبالحرف قلت لاحد المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي يوم الثلاثاء بالليل، قلت لي شوف انا عندي الطائره ديال غدا، دونك عندي بزاف المشاكل. انا راه ما بالحرف قلت انا راه ما بقيتش كنثق في الكره، راني عام وانا مريح. اسمح لي انا قطعتك خويا سفيان، بغيت السميه ديال هاد المسؤولين، لان تسافر انا شوف انا كنت مريح نهار الثلاث، مع رشيد بوصيري بالليل بعد التمرين، تمرنا يوم الثلاثاء اللي فات، تمرنا العصر، ريحت مع رشيد بوصيري، قلت له رشيد ناس كيعيطوا ليا، انت تقول لي خصك تطلع، سينا راه غنحبسوا عليك كل شيء. اشنو غادي ندير يا رشيد؟ تيقول لي لا الجمهور هي كلنا غيدير لينا غيفعل لينا ونايا وحنا وهذا وحنا ما جبناش. قلت له رشيد واش انا اللي باغي نمشي؟ ماشي انا اللي باغي نمشي، هما تيعيطوا ليا، هما تيقول لي ادخل بحالك ولا غنقطع عليك كل شيء. رشيد انا ما بقيتش كنثق في الكره، راه عام وانا مريح. راه عام وانا مريح رشيد، راه ما بقيتش كنثق في الكره. اشنو بغيتيني ندير؟ قول لي انت اشنو بغيتيني ندير. ومشيت للدار وعيطت لاحد اعضاء ديال ديما كوره اللي كنشكرو بزاف على السب والشتم اللي وجهوا ليا، لاني انا اتصلت مع الوحده ديالي وكنطلب وترغب فيه، كنقول لي شوف غتوجه رساله للنادي العين، غتوجه رساله للنادي الوسط باش نبقى في الدراجه، وهو عارف هادشي، سي انس عارف هادشي. هذا كنقول لي شوف كتب هادشي، وعبد الجزيل خبر هذا الموضوع، تنقول لي شوف كتب شنو باش نبقى، ما بغيتش نمشي. وقال لي اوكي صافي وهذا. وفي يوم الجنازه، في يوم الجنازه ديال الاب ديال محسن تولي كيشوفني غير تنخمم انا، تيقول لي مالك، كنقول لي الامور باقا ما مقاداش، انا تنقول لي الامور باقا ما مقاداش، وإلا كذبت يدير تصريح ويكذبني، كنقول لي الامور باقا ما مقاداش، انا باقي ما نمسحش انا. وكيف كتفسر بان فريق الرجاء خرج واحد الارتيكل كيقول ان نادي الرجاء يدين هذا التصرف لا اخلاقي من طرف سفيان العلودي الجمهور الرجاوي؟ اوكي انا هادشي كامل عفو، قريته، ومع الاسف انا الجمهور ما حاولش انه يبحث في الحقائق ويحاول يدير الحوادث. انا نعطيك مثال سهل، اذا كان الرجاء يدين هذا التصرف، علاش الورقه الخروج ديالي خرجت في اقل من 24 ساعه من المغرب؟ شكرا على التوضيح. انا وصلت والبارح ولعبت اليوم.
شكرا على التوضيح. كاين شي فريق غير راضي، كاين شي فريق غير راضي على انتقال لاعب ورقه الخروج غادي تخرج هذا التوضيح 24 ساعه. هذا توضيح مهم وغادي نمشي معك ابعد من هذا الشيء اخويا سفيان. نفس اليوم اللي سافرت فيه الامارات، نفس اليوم اللي وصلت فيه ورقه الخروج. ونزيد حاجه اخرى، نزيد الجمهور ونزيد حاجه اخرى. ويخويا انا كنهضر مع المسؤولين ديال العين، كنقول لهم لا، العقد اللي تربط بنادي الرجاء، العقد اللي ربطنا مع نادي الرجاء حتى نهايه الموسم. كيقول لي شكون قال لك الهضره؟ حنا دايرين بند في العقد الوقت اللي بغيناك نجيبوك. كاينه هادشي وانا لا علم لدي بهذا، وانا لا اخر من يعلم. تيقولوا لي راه حنا دايرين معاهم هاد البند، شحال من مسؤولية كنا ما بغيتيش. والحمد لله هاد البند وانا لا علم لدي بهذا من المصادر ديالي الخاصه، ولكن غنمشي معك ابعد من هادشي. تسمع ليا ونمشي.